في محاضرة اليوم مكملين بشابتر 9 Chemical Kinetic Part 1 رح ناخذ سكشن 9.5 9.6 and 9.7. هلا بسكشن 9.4 تناولنا الاناليسز اوف كاينتيك رياكشنز، انه طلعنا الريت لو لأي تفاعل كيميائي باستخدام طريقتين. الطريقة الأولى كانت الانتجريشن ميثود والطريقة الثانية كانت الديفرنشال ميثود. هلا بسكشن 9.5 عنوانه تكنيكس فور فيري فاست رياكشن. هلا احنا كان بهمنا بالتفاعلات الكيميائية بندرسها من ناحية كاينتيك، يعني انه بدنا نحدد معدل سرعة التفاعل الكيميائي لهذا التفاعل، فبدنا الريت لو قانون الريت. ومشان نحدد قانون الريت بدنا نشوف اعتماد معدل سرعة التفاعل الكيميائي على الكونسنتريشن مع الزمن. هلا وكان بلزمنا انه نحدد الرتب اللي هي الاوردر للكيميكال رياكشن. حكينا انه الاوردر للكيميكال رياكشن بيتم تحديدها اكسبيرمنتلي. هلا في عنا هون تفاعلات كيميائية فيري فاست بتمشي بشكل سريع، فالتكنيك المانيوال او اللي بنستخدمه احنا زي ما كان نعمل عملية تايتريشن مشان نتابع الكونسنتريشن والتايم بيكون بطيء بالنسبة لسرعة التفاعل الكيميائي اللي هو حيمشي فيه اصلا. فمشان هيك احنا في هاي الحالة بحاجة ل special techniques، ل techniques خاصة للتفاعلات الكيميائية السريعة جدا. هلا في عنا سببين انه ال conventional techniques مش suitable لل very rapid او very fast reaction. السبب الاول اللي هو time of mixing للreactants، او انه انا اذا كنت بدي اعمل هذا التفاعل الكيميائي على درجة حرارة معينة انه نخلي رياكتنت توصل للتمبريتشر اللي بدنا ندرس عندها التفاعل الكيميائي، فهذا انه ممكن ما يتناسب مع الهالف لايف للتفاعل الكيميائي وممكن يخلص التفاعل الكيميائي واحنا لسه ما عملنا ويل ميكسينج للرياكتنت او وصلنا للتمبريتشر اللي بدنا ندرس عليها. فهذا السبب الاول، وبالتالي بتكون حساباتنا غير صحيحه او مش دقيقه. السبب الثاني اللي هو التايم اللي احنا بنحتاجه مشان نعمل ميجرمنت للكونسنتريشن، لانه زي ما حكينا احنا مشان نحدد الاوردر مشان نطبق اي واحد من قوانين الريت لو بلزمني انه نعرف كونسنتريشن والتايم كيف بتغير هذا التركيز مع الزمن. فعملية الميجر للكونسنتريشن رح تكون كمان مش دقيقة، او ممكن انه احنا ما نلحق ناخذ قراءات معينة قبل ما انه التفاعل الكيميائي ينتهي. فمشان هيك حكينا بدنا نلجأ ل special techniques، وهاي التكنيكس اللي حنستخدمهم لل very rapid reaction الأول اسمه flow methods والثاني اسمه pulse methods. هلا بالنسبة لل flow methods هي أول طريقة تم إنه تم وضعها، وهي تغلبت لنا على مشكلة اللي هي الميكسينج ومشكلة إنه نرفع درجة الحرارة في حال انه احنا بدنا نشتغل هذا الكيميكال رياكشن على درجة حرارة معينة. فالفلو ميثود بتحل لنا هاي المشاكل، وزي ما حكينا انه في عنا فلو تكنيكس انسترومنتس، يعني في عنا اجهزة معينة بيتم استخدامها لهذا النوع من التفاعلات الكيميائية. على الطريقة الثانية اللي هي البلس ميثود، والبلس ميثود كمان بتحل لنا مشكلة ان هي واجهت الفلو ميثود، يعني ما قدرت تحلها، وهون التفاعلات اللي بتكون كثير سريعة بيكون الهالف لايف تايم لها ممكن يوصل ل 10 to minus 6 second او less or less more than or less than هذا التايم يعني. ففي هاي الحالة انه بنستخدم البلس ميثود، وفي له انواع هاي الطريقة فلاش فوتوليسيس ميثود وريلاكسيشن ميثود. هلا احنا ما بدنا ندخل بالتفاصيل للتو ميثودز، بس هما بيعتمدوا على استخدام انسترومنت ولهم آلية شغل معينة وحسابات معينة. فاحنا بس بدنا انه نعرف انه الفيري فاست رياكشن بيتم استخدام تكنيكس خاصة فيها مشان نحدد الريت للتفاعلات الكيميائية، نحدد رتبة التفاعل الكيميائي الى اخره. هلا بدنا نروح لسكشن اللي هو 9.6 والعنوانه molecular kinetics. هلا an important aspect of chemical kinetics is concerned with how rate depends on temperature. يعني من ضمن الامور اللي احنا بنهتم فيها بالchemical kinetics واللي اعتماد سرعة التفاعل الكيميائي على درجة الحرارة.
وزي ما بنعرف انه الفاكتورز اللي بتأثر على معدل سرعة التفاعل الكيميائي اللي كانت الكونسنتريشن التمبرتشر السيرفس اريا الى اخره، من ضمن هاي العوامل المهمة واللي هي التمبرتشر. وبنعرف انه كل ما زادت درجة الحرارة بزيد سرعة التفاعل الكيميائي. هلا احنا هون بدنا نركز بهذا التشابتر على اعتماد التفاعلات الكيميائية على التمبرتشر، او اعتماد معدل سرعة التفاعل الكيميائي على التمبرتشر for elementary reactions اللي هي التفاعلات اللي بتتم بخطوة واحدة واللي ما بيكون فيها اكثر من خطوة، وبالتالي ما بيكون في عنا intermediate. هلا في عنا مصطلح مهم ضمن هذا السكشن لازم انه احنا نميزه غير الاوردر للكيميكال رياكشن اللي هو اشي اسمه المولكيلاريتي. ففي عنا مصطلحين مولكيلاريتي والاوردر، بدنا نميز بيناتهم. وهل ممكن انه المولكيلاريتي تكون اوردر او الاوردر تعبر عن المولكيلاريتي ولا لا؟ هلا في عنا احنا لما بصير في عنا التفاعل الكيميائي بيمشي بخطوة واحدة يعني نوع elementary، السؤال اللي بيطلع عنا هون في هاي الحالة انه how many molecules enter into reactions، كم جزيء او species او particle شاركت بهذا التفاعل الكيميائي. هلا الجواب بيكون عنا اللي هو بعبر عنه مصطلح المولكيلاريتي اوف ذا رياكشن، يعني هذا النمبر للمولكيولز اللي انتر كيميكال رياكشن هو المولكيلاريتي للرياكشن. هلا بدنا نميز ما بين الاوردر للكيميكال رياكشن وما بين المولكيلاريتي. هلا في عنا رياكشن اوردر زي ما حكينا سابقا determined from the variation of the rate with the concentration، يعني بنعتمد مشان نحددها اللي هو كيف بتغير الريت للكيميكال رياكشن بتغير الكونسنتريشن، وبالتالي انه احنا بنحسب الاوردر. يعني من الامثله اللي مرت معنا سواء باستخدام الرسم او باستخدام الطريقه العاديه اللي اخذتوها بكيمياء عام 2 انه بنعمل التفاعل الكيميائي اكثر من مره، كل مره بنثبت تركيز واحده من المواد وبنغير تركيز الماده الثانيه، فاحنا بنعتمد على الكونسنتريشن مشان نحدد الاوردرز. وهذا النمبر بيورلي اكسبيرمنتال وان زي ما حكينا انه الاوردر للكيميكال رياكشن بيتم تحديدها اكسبيرمنتالي. هلا هذا بيختلف عن المولكيولاريتي واللي هي ريبريزنت ذا نمبر اوف مولكيول ذات تيكينج بارت ان ذا رياكشن. فالمولكيولاريتي بتمثل عدد الجزيئات اللي بتدخل بالتفاعل الكيميائي، بينما الاوردر هي اشي مختلف ممكن تحديده اكسبيرمنتالي. والاوردر زي ما حكينا هو انه مقدار تأثير التغير في تركيز واحدة من المواد المتفاعلة على معدل سرعة التفاعل الكيميائي. زي ما حكينا سابقا انه مثلا لو كان الكونسنتريشن لمادة A واحد والريت هو عبارة عن واحد كارقام، عملنا الكونسنتريشن ل A وعندي first order reaction، فعملنا الكونسنتريشن بيساوي 2، في هاي الحالة الريت بده يصير 2. إذا كان second order reaction عملنا الكونسنتريشن من 1 لـ 2، في هاي الحالة الاوردر رح تصير أو الريت للرياكشن رح يصير من 1 إلى 4 يتغير. فالاوردر بتعطينا indication عن مقدار تأثير تغيير تركيز واحدة المواد على معدل سرعة التفاعل الكيميائي، بينما المولكيولاريتي بتعطينا indication عن عدد المولكيولز اللي دخلت في التفاعل الكيميائي. هلا في عنا اكسبشن لهي الحالة انه في حال انه احنا بنحكي عن elementary reaction التفاعلات اللي بتصير بخطوة واحدة، في هاي الحالة ممكن انه الاوردر للتفاعل الكيميائي بيعطي indication عن number of molecules that enter into reaction، بمعنى انه الاوردر and molecularity are the same. يعني هاي اكسبشن، يعني مش انه قاعدة عامة. وبشابتر 10 من روح الكومبوزايت رياكشن او الكومبلكس رياكشن هذا الحكي ما رح ينطبق. هلا في عنا مثلا مثال على هذا الحكي انه الاوردر بتعطينا indication عن number of molecules اللي بتدخل بالتفاعل الكيميائي. اذا كان عنا تفاعل من نوع elementary، هذا التفاعل ما بين مادتين اللي هم A و B، الاوردر للتفاعل هو first order بالنسبة ل A و first order كمان بالنسبة ل B. في هاي الحالة بنحكي انه reaction is bimolecular. شو يعني باي مولكيولر؟ يعني مولكيول اوف A and مولكيول اوف B بدخلوا بالتفاعل الكيميائي. فهون احنا من خلال الاوردر للكيميكال رياكشن عرفنا النمبر اوف مولكيولز اللي بتدخل بالتفاعل الكيميائي.
هلأ بدنا نروح لسكشن 9.7 واللي عنوانه الأرهينيوس إيكويشن. زي ما حكينا سابقا إنه معدل سرعة التفاعل الكيميائي بيعتمد على التمبريتشر. هلأ من وشو اللي بيعتمد على التمبريتشر في التفاعلات الكيميائية أو في الريت لو اللي إحنا أخذناه اللي هو قيمة كي ريت كونستانت. يعني هلأ بالنسبة للريت لو لما نيجي نكتبه هو عبارة عن الريت كونستانت مضروب التركيز لأوردر معينة. هلا انا بس ارفع درجة حرارة او اقلل درجة حرارة التركيز ما بتغير. ليه؟ لانه انا دخلت كمية معينة من المادة. اذا مين اللي صفى بتأثر بدرجة الحرارة اللي هو الريت كونستانت. ففي عنا علاقة ما بين الريت كونستانت وما بين التمبريتشر، وهي العلاقة ممثلة بهذا القانون اللي هو ارهينيوس ايكويشن او ارهينيوس لو. هلا هون كي هي عبارة عن الريت كونستانت، اي هي عبارة عن بري اكسبوننشال فاكتور واخذناها بفيزيائية واحد واللي بتعبر عن عدد التصادمات الفعالة اللي بتصير عندنا بالكيميكال رياكشن، والتي هي التمبريتشر بالكلفن، وبي هي عبارة عن كونستانت. فعندنا A و B they are constant. هلا هاي المعادلة لما دخل عندنا فانت هوف دخل على ارهينيوس ايكويشن فصار عندنا معادلة اللي هي بهذا الشكل، انه هو ك بتساوي A في الإكسبوننشال تو ماينس E على RT، و E هي عبارة عن الأكتيفيشن إنرجي، و R هي عبارة عن يونيفرسال غاز كونستانت واللي بيساوي 8.314 جول بير كلفن بير مول، و E زي ما حكينا هي الأكتيفيشن إنرجي. هلا هاي المعادلة مشان ممكن إنه نستخدمها بالرسم ممكن نحولها للصيغة الخطية ناخذ لوج أو لين. ففي حال أخذنا لين لجميع الأطراف هون تصير عندنا المعادلة لين ال K بتساوي لين ال A ماينس E على RT. فهلا هاي معادلة خطية Y بتساوي A ناقص BX، فالانترسبت هو عبارة عن لين ال A وال X الإشي المتغير هو عبارة عن التمبريتشر، ما إنه معادل بهاي الشكل. فإذا واحد على T هي X ومعامل واحد على T هي ماينس E على R ماينس الأكتيفيشن إنرجي على R. هلا ممكن نستخدم اللوج كمان لوجاريتم. ففي حال استخدمنا اللوجاريتم نفس المعادلة بس انه بفرق، هون بدنا نقسم السلوب على 2.303 في حال اخذنا اللوجاريتم، وكمان معادلة خطية بنفس الطريقة. هلا البري اكسبوننشال فاكتور A له نفس اليونت تاعت الريت كونستانت، يعني اليونت للريت كونستانت والبري اكسبوننشال فاكتور هم نفس اليونت. فمثلا للفيرست اوردر رياكشن اليونت للكي هي عبارة عن سكند انفرس. فاذا كان عندي فيرست اوردر رياكشن وطلعنا البري اكسبوننشال فاكتور او ارهينيوس كونستانت بنسميه، بتكون اليونت له هي سكند انفرس. في حال كان سكند اوردر كمان بدها تكون اليونت هي عبارة عن مولاريتي انفرس سكند انفرس. هلا الاكتيفيشن انرجي اليونت هي عبارة عن جول بير مول، او ممكن الاكثر استخداما هي كيلو جول بير مول على اساس الرقم يطلع لنا اصغر. هلا كيف بدنا نستخدم هاي المعادلة مشان نوجد الاكتيفيشن انرجي او نوجد البري اكسبوننشال فاكتور؟ انه بنرسم رسمة ما بين لين ال كي اجينست واحد على تي، السلوب بده يكون ماينس الاكتيفيشن انرجي على ار، اللي هو انه احنا بدنا نطبق هاي المعادلة. هاي الرسمة اللي بتطلع عنا طبعا بتطلع الرسمة متناقصة، السلوب ماينس اي اي على ار للاكتيفيشن انرجي، والانترسبت هي عبارة عن لين ال اي. كمان ممكن نستخدم الصيغة الثانية واللي هي اللوغاريتم، انه نرسم لوغاريتم ال كي ريت كونستانت فيرسس واحد على التمبريتشر. طبعا التمبريتشر لازم تكون بالكلفن. في هاي الحالة السلوب بده يساوي ماينس الاكتيفيشن انرجي على 2.303 في ار، ولوج الاي بتساوي اللي هي الانترسبت، انتي لوج اللي هي 10 تو القيمة اللي بتطلع معنا بيعطينا اللي هي قيمة البري اكسبوننشال فاكتور. بدنا ناخذ هون مثال انه نستخدم القوانين السابقة او ارهينيوس ايكويشن مشان نحسب اكتيفيشن انرجي. اكزامبل 9.2 سكند اوردر reaction in solution has a rate constant of 5.7 multiplied to by 10 to minus 5. هون اليونت شايفينها اللي هي انه second order اليونت للريت كونستانت نفسها at 25 degrees celsius
كان عندنا الـ rate constant بيساوي هذا المقدار، يعني هنا احنا هاي على 25 ديجري سيليسيوس، على 40 ديجري سيليسيوس ارتفعت rate constant، زادت وصارت عندنا بتساوي 1.64 ×10⁻⁴. مطلوب انه نحسب الاكتيفيشن انرجي والبري اكسبوننشال فاكتور، بدنا نحسبهم. هلا كيف بدنا نحسب هون؟ انه زي ما حكينا انه السلوب بيساوي الاكتيفيشن ماينس الاكتيفيشن انرجي على ار. هلا انا بما انه عندي نقطتين بس هون، ممكن انه زي ما بنعرف السلوب هو عباره عن دلتا واي على دلتا تي، فانا عندي نقطتين لواي فعندنا نقطتين لتي. هلا السلوب دلتا واي اللي هو يعني التغير في لين الكي على التغير في واحد على تي اللي هي اكس على دلتا اكس. هلا لين كي يعني لين الريت كونستانت على درجة حرارة 40 ناقص لين الريت كونستانت على درجة حرارة 25 مقسوم على واحد على درجة حرارة 40، طبعا بنحولها لكلفن، ناقص 25 واحد على 25 بنحولها لكلفن. هلا بنعوض الارقام عندنا هون بنطلع اللين، بيطلع معنا السلوب بيساوي ماينس 6.7576 في 10⁻³. هاي هي السلوب اللي بيطلع. هلا احنا حكينا السلوب بيساوي ماينس اي اي على ار، يعني الاكتيفيشن انرجي بيساوي ماينس السلوب مضروب في ار. بنعوض الارقام اللي هي انه الاكتيفيشن انرجي بدها تساوي ار مضروبة في القيمة اللي طلعت معنا، والاشارة السالبة راحت مع الاشارة السالبة، يعني هون ماينس، وعندي اصلا بالقانون ماينس بيروحوا مع بعض، فبصفي الاكتيفيشن انرجي 54680 جول بير مول. بنحولها لكيلو جول انه بنضرب 10⁻³، فبصفي عندي 54.7 كيلو جول بير مول. هلا هون الرسمة اللي هي انه لو انه كيف اخذنا السلوب اللي هو دلتا واي على دلتا اكس. هلا ممكن نستخدم قانون ثاني اللي هو 2.4 of Arrhenius equation، يعني نفس قانون أرهينيوس بس لـ 2 points، يعني يكون عندنا نقطتين بس زي ما هو عندنا بالسؤال. ففي حال عندي نقطتين القانون بيكون عبارة عن لين كي 2 على كي 1 بيساوي الأكتيفيشن إنرجي مقسومة على R في 1 على تي 1 ناقص 1 على تي 2. مشان هيك الإشارة الماينس اللي هون راحت، إنه 1 على تي 1 ناقص 1 على تي 2 مش تي 2 ناقص تي 1. هلا هون بس بنعوض الأرقام اللي هي كي 2 كي 1 temperature 25 دقري سيليسيوس حولناها لكلفن، و 40 دقري سيليسيوس كمان حولناها لكلفن، وبنطلع قيمة الاكتيفيشن انرجي. الاصل تطلع معنا نفس القيمة السابقة. هلا في البري اكسبوننشال فاكتور كمان مطلوب بالسؤال، انه نرجع للسؤال اللي هون. هلا الانترسبت بيساوي اللي هو لين اي، فاحنا هون بما انه عندنا بالقانون انه بنرجع بنكتب القانون كامل اللي هو لين الكي بيساوي ماينس اي اي على ار تي زائد لين الاي. هلا انا باخذ اي نقطه من هاي النقاط، اما بشتغل على 45 ديجري 25 ديجري سيليسيوس او على 40 ديجري سيليسيوس. الاكتيفيشن انرجي موجوده، ار طلعناها، قيمه الريت كونستانت موجوده، بصفي بس انه بنطلع الاكسبو بري اكسبوننشال فاكتور على اي وحدة من التو تمبريتشرز، يعني بنطبق على القانون مباشرة. هلا نرجع هون في حال كان عندي اكثر من نقطة، انه احنا بدنا نضطر نرسم رسم مشان نطلع السلوب والانترسبت ونحسب من خلالها. ففي عنا هون اكزامبل انه التمبريتشر عملنا هذا الرياكشن على درجة حرارة 25، درجة حرارة 40 و 65، وكان الريت كونستانت هاي القيم، يعني انا اخذت نفس القيم اللي موجودة بالسؤال وضفت لهم قيمة اللي هي على 65 ديجري سيليسيوس. هلا مشان نطبق على المعادلة، واحدة من المعادلات سواء اللين ولا اللوج، بلزمني انا اطلع قيمتين، القيمة الاولى اللي هي واحد على التمبريتشر، والقيمة الثانية اللي هي لين الكي. فالتمبريتشر بنحولها لكلفن وبنقسم ناخذ الريسبروكل الها، فبطلع معنا قيم واحد على تي بعد التحويل لكلفن اللي هي كما هي بالشكل هون بالجدول، وبناخذ لين الكي لكل قيمة بنحطها بالجدول هون. هلا بنروح بنرسم الرسمة اللي وفقا لهاي المعادلة، واذا استخدمنا المعادلة اللي فيها لوج بدنا ننتبه بس انه الاسلوب في اختلاف عن حالة اللين. هلا نيجي نرسم الرسمة اللي هي لين الكي
versus 1 على t. طبعا هون شايفين الارقام انه لانه هي بتيجي الارقام اللين بالسالب، فاحنا جايين بالربع الرابع من الواي والاكس اكسس، فبنطلع المعادلة او انتوا على الآلة الحاسبة بتطلعوا سلوب وانترسبت بشكل منفصل، فبيطلع معنا الانترسبت اللي هو 22.851، والسلوب اللي هو معامل اكس عندنا هون حيطلع معكم ماينس 9782. هلا طلعت سلوب انترسبت، بوجد الاكتيفيشن انرجي وبنوجد البري اكسبوننشال فاكتور او ارهينيوس كونستانت. هلا الاكتيفيشن انرجي بتساوي ماينس السلوب في ار حسب هاي المعادله. لو استخدمنا اللوج حكينا بكون في عنا اللي هو 2.303، فبناخذ السلوب زي ما هو باشارته بنضربه في 8.314 اللي هو ار، ماينس مع ماينس بتروح بصفي الاكتيفيشن انرجي 81,327 جول بير مول. انا هون حولتها لكيلو جول بير مول، لازم تكون الوحدة، فهي 81.327 كيلو جول بير مول. هلا بدنا نحسب البري اكسبوننشال فاكتور اللي هو لين الـ A من المعادلة بيساوي الانترسبت. قيمة الانترسبت هيها موجودة عندنا، وانتي لين هي عبارة عن الاكسبوننشال، فبناخذ الاكسبوننشال للرقم اللي طلع بيطلع معنا قيمة A واللي هي رقم كبير زي ما حكينا، لأنها بتعبر عن الـ effective collisions between species لما بصير عندنا التفاعل الكيميائي. وهيك كيف إنه بنطبق على Arrhenius equation. هلا في عنا مر معنا إنه إحنا بدنا نحسب الـ activation energy. activation energy شو هي الـ activation energy؟ هي عبارة عن minimum energy required for a chemical reaction to occur، أقل مقدار من الطاقة بلزمنا مشان إنه إحنا خلي التفاعل الكيميائي يمشي. زي ما بتعرفوا في عنا تفاعلات اندوثيرميك رياكشن وهاي بتحتاج لطاقة مشان انها تبلش، فاذا انا ما اعطيتها المقدار الكافي من الطاقة بضل الرياكتن زي ما هم ما بتفاعلوا مع بعض، الا في حال اني اعطيها الحد الادنى من الطاقة مشان انها تبلش التفاعل الكيميائي. او ممكن نعرفها انه it can also be described as the minimum amount of energy needed to activate or energize molecules or atoms so that they can undergo a chemical reaction or transformation. يعني نعطي هاي الاتومز او المولكيولز اللي بدها تدخل بالتفاعل الكيميائي الطاقه اللازمه مشان انها تدخل في هذا التفاعل. هلا في عندنا هون الاكتيفيشن انرجي لما بنعبر عنها بالرسم، في عندنا هون اكسوثيرميك رياكشن وهون اندوثيرميك رياكشن. هلا هون الاكتيفيشن انرجي هي الفرق بالطاقه ما بين طاقه الرياكتنت واللي هي أعلى طاقة ممكن توصلها الرياكتنس خلال عملية التفاعل الكيميائي هون، فهذا المقدار الفرق اللي هو بنسميه الاكتيفيشن انرجي. وهون عنا بالإندوثيرميك انرجي بتكون الاكتيفيشن انرجي اللي هي هذا المقدار. هلا طبعا بنلاحظ انه بالإندوثيرميك الطاقة اللي احنا بحاجة الها اكبر في حالة الاكسوثيرميك. هلا بدنا نفترض عنا انه هذا التفاعل هو in opposing reaction in two directions. هلا في هاي الحالة في عنا تفاعل امامي وفي تفاعل عكسي، يعني في activation energy للتفاعل الامامي وفي activation energy للتفاعل العكسي. فلما نيجي نعبر عن activation energy او انه potential energy للمواد وهي بتتفاعل هيطلع معنا الرسم بهذا الشكل. هلا هون طاقة الرياكتنتس وهون طاقة البرودكتس. الطاقة الـ potential energy للمواد الرياكتنت بترتفع لغاية ما توصل لهون للقمة اللي هي الـ maximum energy. لهاي الـ maximum energy المواد لما توصل لهاي الطاقة انها تمتلك هذا المستوى من الطاقة بنسميه activated complex، يعني هاي المواد activated، وهاي الحالة بنسميها transition state اللي هي حالة الانتقال او حالة التحول، يعني من بعد هاي النقطة ببلش الانتقال للي هي البرودكت، فهي بنسميها ترانزيشن ستيت. بالعاده مشان نميز المواد في حاله الترانزيشن ستيت او الانترميديت نعطيها دبل ستاجرد، رمز دبل ستاجرد بنحكي عنه اللي هو للاكتيفيتد كومبلكس. هلا في عنا اي 1 هاي اللي هي الفرق في الطاقه ما بين الماكسيمم وما بين طاقه المواد المتفاعله بالاتجاه الامامي، هاي عبارة عن activation energy للتفاعل الأمامي. هلا الـ activation energy للتفاعل العكسي عطيناه الرمز E inverse، واللي هي إنه أنا بدي أمشي هون من YZ بدنا نروح لمين؟
ل A زائد B، فهاي هي E inverse. هلا الفرق ما بينهم اللي هي طاقة التفاعل الاكتيفيشن انرجي للتفاعل الامامي ناقص الاكتيفيشن انرجي للتفاعل العكسي نفسها الانترفال الانرجي اللي هي دلتا يو. واذا عرفنا الانترفال انرجي ممكن نحسب الانثالبي لهذا الرياكشن ونحدد اكسو ولا اندوثيرميك رياكشن. وهيك بنكون خلصنا السكشنز اللي هم 5 و6 و7 من شابتر 9، والمرة الجاية ان شاء الله حيكون لسكشن رقم 9.8.